الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. ونعمتم صباحا أعزائي المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم اللي كيتناول ذاكرة حومات مدينة مراكش. كنذكر على أن الأسبوع اللي مضى كنا مع الحلقة الثالثة من ذاكرة حومات سيدي يوب، وكنذكر كذلك على أنه طاقم البرنامج اتصلوا به مجموعة من الإخوة اللي كيقروا لي على أنه بقي واحد المجموعة من المعطيات كان وعدكم، وهذا يعني شأن باقي الحومات، راه ما تيمكنليناش نغطيو كل حومة على حدة. الزاوية العباسية درنا فيها 8 ديال الحلقات وما ساليناهاش، ولهذا حنا تنتكلموا على تاريخ مدينة بحجم كبير جدا كمدينة مراكش، وتاريخها يستعصي علينا أننا نلموا به في حلقات كيف ما كان العدد ديالها. هذه الحلقة أعزائي المستمعين هذه تكون آخر حلقة في هذه البرمجة الربيعية، على اعتبار إن شاء الله الأسبوع المقبل عادي نكونوا في ضيافة الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، ومن بعده هذه تكون خريطة خاصة بالصيف، بمعنى آخر حلقة من حلقات الحومة القديمة، على أساس أننا نتلاقوا بأسماء حضراتكم مع حلقات جديدة من برامج الحومة القديمة، يعني ابتداء من الموسم الجديد، ابتداء من 1 شتنبر بحول الله. ما تفوتنيش الفرصة أنني دائما نوه بالمجهود ديال سي العلوي الفهمي مولاي المهدي من ألمانيا اللي تيوثق البرنامج وتيوضعوه على شبكة الانترنت. شكر موصول ليه، والعديد والعديد من الاتصالات اللي كتجي وكتنوه بهذا العمل ديال سي العلوي الفهمي اللي تيمكن كل المراكشيين وكل المغاربة في أوروبا من أنهم يتواصلوا ويستمعوا للبرنامج، وهم كوتر من فرنسا، من إيطاليا، من ليزيتازوني، من كندا، من فرنسا كما قلت، ومن ألمانيا. فليهم كنوجه الشكر الجزيل لكل ما كيرسلوه من ملاحظات ومن تقويمات ومن تصويبات للبرنامج. وكنعاود ناكد عمل مثل عمل الحومه القديمه عمل ديال فريق عمل متكامل، فيه السياسي، فيه الاقتصادي، فيه التاريخي، فيه الادبي، ولهذا يعني كونوا معنا كرماء على مستوى الاستماع ديالكم. حنا لا ما كندخروا حتى جهد باننا نبحثوا على المعلومه ونسافروا ليها ونتنقلوا للحومات باش نجيبوا هذه المعلومة لكم أعزائي المستمعين، من بين أهداف البرنامج وهو توثيق هذه الذاكرة اللي هي حبيسة الأذهان وحبيسة القلوب والأفئدة ديال مجموعة من ساكنة مدينة مراكش. والأسف الكبير وهو أنه بغياب هذه المعالم، بغياب هؤلاء الشيوخ، كتغيب لنا هذه المعطيات وكتغيب لنا هذه المعلومات. فالبرنامج كيحاول وكيجهد نفسه على أنه يوثق ما أمكنه ما تحصل في ذاكرتي ووجداني العديد من ساكنة مراكش. اليوم أول مرة عادين نتوقفوا عن التشكيل بمدينة مراكش، أول مرة عادين نتواصلوا مع ذاكرة التشكيل بمدينة مراكش. ما تفوتنيش الفرصة أنني نشكر الزملاء الأعزاء اللي احتضنوني خلال هذه 10 أيام اللي دازت، وأمدوني بالعديد بالعديد من الأسماء والمعطيات الخاصة بذاكرة التشكيل بمدينة مراكش. أخص بالذكر السي أحمد البليلي، سيدي أحمد بن إسماعيل، وسيدي محمد النجاحي. فإليهم كانت توجب الشكر الجزيل على كل ما قدموه للبرنامج من معطيات. حاولنا أننا هذه الحلقة تكون غير يعني افتتاحية للحديث حول هذا الموضوع الضخم والشاسع جدا، واللي أنا شخصيا لقيت معلومات شحيحة جدا لم أقف على مراجع وعلى كتب اللي كتوثق التشكيلين بمدينة مراكش إلا 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 ما نظر. ضيوفي الأعزاء، ضيوفكم الأعزاء، مشكورين على تلبية دعوات البرنامج. كانت تحدث على ابن مدينة مراكش سي عبد الحي الملخ، وسيدي محمد عجناكان، وسيدي محمد النجاحي، وهما كلهم من أبناء مدينة مراكش. موضوعنا الرئيسي وهو التشكيل بمدينة مراكش، واحد اللمحة تاريخية، وعادي نمر بسرعة على أسماء، لكن عادين توقفوا عند تجليات ظهور مدينة مراكش أو تجليات حضور مدينة مراكش بتاريخها بحمولتها التاريخية في أعمال هؤلاء الفنانين. واحد التحية صباحية ونرجع عليكم أعزائي المستمعين. سي عبد الحي الله يسعد الصباح، صباحكم سعيد. صباح الخير أستاذ أنس. الله يبارك فيك، كي دايره مدينة الدار البيضاء؟ صباح
شويه شويه الغيام ماشي شويه شويه الضباب. نعم مش ما خرجاش. انت الان في لاتوليي ديالك في المحراب ديالك، فشكرا لكم على قبول دعوه البرنامج، وعادي نكون سعيد جدا بانكم تشرفوا برنامج فنون ان شاء الله فيما يستقبل من حلقات البرنامج الفني، وتكون حلقه خاصه بكم اسدي عبد الحي. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. مشاهدي القناة الرابعة مساءكم سعيد، وأهلا ومرحبا إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الثقافي الأسبوعي مغرب الحضارات. طاقم البرنامج مشاهدينا يقترح عليكم خلال هذه الأمسية حلقة خاصة عن الفنان التشكيلي المغربي عبد الحي الملاخ، ومن خلال هذه الحلقة سنحاول التعرف على مجموعة من العناصر التي تشكل التجربة الخاصة لعبد الحي الملاخ في المجال التشكيلي المغربي، وسنتعرف كذلك على أهم المواضيع التي يطرحها الملاخ للنقاش من خلال مجموعة أعماله. مشاهدينا فرجة ممتعة نتمناها لكم وأنتم تتابعون حلقة هذا الأسبوع. مدينة مراكش عاصمة الجنوب المغربي وملتقى العديد من الثقافات، وعاصمة المغرب لفترات متعاقبة من التاريخ. مراكش المدينة التي استطاعت بتعدد وتنوع عناصرها الحضارية والتاريخية والثقافية أن تبسم حقل الإبداع الثقافي والفن المغربي بما أنجبته دروبها وأحياؤها من المبدعين والفنانين في مختلف الميادين الثقافية. تتميز مراكش بألوانها وفضاءاتها، وكذلك بذاكرتها وما راكمته عبر السنين والقرون من إنجازات وما حققته من تطورات في مجالات اجتماعية وثقافية، الأمر الذي جعل منها مهدا للإبداع والعطاء الفني والثقافي انطلاقا من رصيدها الحضاري والتراثي الهام. من الفنانين المغاربة الذين ينتمون إلى مدينة مراكش الحمراء الفنان التشكيلي المغربي عبد الحي الملاخ. أهلا بكم. انتقلنا إلى زيارة عبد الحي الملاخ الذي استقبلنا بحفاوة المراكشيين في مرسمه بمدينة الدار البيضاء، وكان الهدف هو التعرف عن تجربته التشكيلية التي راكمها خلال مدة تناهز 40 سنة من الاشتغال في الحقل التشكيلي، وتدرج خلالها في محطات إبداعية متلاحقة لكل واحدة منها ملامح خاصة وعلامات مميزة تختلف عن سابقاتها. علينا علاقتي بمراكش هي علاقة كبيرة بزاف، نظرا لكوني اولا ترعرعت في هذه المدينة العريقة، وكذلك حسيت بها كمدينة ذات ابعاد حضارية وابعاد تاريخية كبيرة، من حيث ثقافتها، من حيث حضارتها، من حيث مكوناتها الاجتماعية كذلك، التي هي جزء من مكونات المغرب الثقافي. فهذه المدينة أنا مدين لها بكل شيء، نظرا أنها تتحتوي على بزاف الحوايج اللي مهمين. فمراكش أنا مصدر كل إلهامي هو من مدينة مراكش، لأنه تحتوي على ثقافة الجنوب، وثقافة الجنوب كما يعلم الجميع انها ثقافه تحاول باش تعطينا معنى التعدديه في المغرب. ومراكش كما قلت سابقا انه هو واحد الكارفور نتاع واحد ملتقى نتاع ثقافات العالم. اليوم هذا الملتقى هذا
هو جدير بالاهتمام، وانا شخصيا اعطيته واحد قيمه كبيره في حياتي الابداعيه. للتعرف على اخر اعمال وابداعات الملاخ توجهنا الى رواق باب الرواح بمدينه الرباط، الذي يحتضن معرضا تشكيليا يضم اخر لوحات الملاخ، لوحات حولت فضاء باب الرواح الى ما يشبه حدائق من النور، أشعة فياضة تنبعث من اللوحات لتغمر هذا المكان التاريخي. عالم الفنان عبد الحي الملاخ عالم تشكيلي، له تاريخه الخاص وله تضاريسه المتباينة كما يقول الناقد نور الدين فاتحي. فهذه الأعمال التي يطبعها الاختلاف والتعدد وحتى التناقض أحيانا في الأشكال والألوان والتكوين، تطمح إلى التكامل والاستمرار وفق علاقة أسسها عبد الحي الملاخ مع مكانه المفضل والمقدس المرسم الذي تنبع منه هذه الأعمال. هذا المرسم بطبيعة الحال اللي هو تيشكل واحد المكان مهم وحيوي بالنسبة لي، تنقضي فيه ما يزيد عن 8 إلى 9 ساعات يوميا نتاع الاشتغال والبحث والاعتكاف. وبالنسبة لي المرسم هو واحد المكان اللي جد مهم، نظرا أنه تيشكل محور كبير في حياتي، لأنني كما تعلمون فنان متفرغ بشكل احترافي، مهنتي ممارسة الفن والإبداع على مستوى عام، وهذا هو مون ريفوج، المأوى نتاعي، هنا أجد راحتي، هنا أجد مكان لممارسة إبداعي ولإطلاق أجنحة خيالي، وكذلك أجد مكانا أرتاح فيه وأنسحب من اليوم، لأن كما تعلمون الدار البيضاء هي واحد غول مسيطر على مخيلة الناس. أنا أحاول أن أجد نفسي هنا بعيدا عن هذا الغول الكبير الذي يأكل معنوية الناس الذي هو الدار البيضاء. تجربة الأستاذ الملاخ هي تجربة نستطيع أن نقول بأنها بصمت التشكيل المغربي، على اعتبار أن هذه التجربة تمتلك هوية مغربية، استطاعت أن تستوعب الاتجاهات والأشكال الأخرى سواء العربية أو الغربية، ولكن من خلال مزجها ومن خلال أيضا هويته الخاصة تملك أن نتحدث الآن، تملك الأستاذ الملاخ تجربة يمكن أن نتحدث عنها كتجربة. إذن تجربته هي تجربة رائدة ومتميزة، على اعتبار أننا قل ما نجد تشكيليا من هذا العيار الذي يستطيع أن ينوع داخل الشكل الواحد. ولربما هنا خصوصية الأستاذ الملاخ، أننا نعتقد بأنه يكرر تجربته، بالعكس هو ينطلق من أصل واحد وينوع على هذا الأصل. بالرجوع إلى أعمال عبد الحي الملاخ التي عرضت قبل سنتين برواق ميمو آرت بمدينة الدار البيضاء، نكتشف نفس القواسم المشتركة التي تطبع تجربة هذا الفنان التشكيلي، وهي الطاقة الكبيرة في التعامل مع اللون لتجسيد الأشكال والفضاءات، انطلاقا من مفاهيم وإشكالات ومبادئ تندرج في إطار حقل حضاري شامل. كما تعكس مجمل هذه الألوان والأعمال واللوحات تدرج الحياة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهذه نظرة تشكيلية فريدة تبرز خصوصية التجربة الفنية والإبداعية لعبد الحي الملاخ، خاصة فيما يتعلق برؤيته للواقع والوجود وغوصه في معالم التشكيل وحدائقه النورانية المتلألئة. هذه المحطة هي امتداد أولا لما سبق
خلال سنة 2000، وهي تجربة حدائق النور التي أغرقتني في فكر وتأملات جد هامة، وأعتبرها كذلك هي مصيرية في حياتي، وأعتبرها كذلك هي المؤسس الحقيقي والفعلي لما سيأتي في تجربة أخرى مستقبلا. وإذا كانت الأعمال التي يضمها معرض هذه السنة بالرباط تعتبر امتدادا للتجربة السابقة في إطار حدائق النور، فإن الذاكرة البصرية المثقلة بالرموز تضرب عميقا في الجذور، وهي تجسد بذلك ارتباطا وثيقا بالهوية والثقافة والحضارة والذاكرة والمكان والتراب، ويقتبس الخيال من كل هذه العناصر. أعمال الفنان التشكيلي عبد الحي الملاخ التي طاف بها خلال 40 سنة أهم المدن المغربية وكذلك مجموعة من البلدان والعواصم الأوروبية والأمريكية والعربية من خلال معارض متعددة جماعية وفردية، تلخص رصيدا تشكيليا مغربيا له خصوصيات ومميزات متفردة أنتجتها الممارسة المستمرة والمسترسلة التي انطلق الملاخ في رسم خطوطها الأولى منذ سنوات الشباب. كيفاش بديت؟ ككل طفل صغير تيحاول باش يكتشف المواهب نتاعو ويوظفها في حدود إمكانيات المتوفرة آنذاك، لأنه إحنا رسمنا في واحد الوقت اللي ربما أن الرسم كان حتى العائلة ما تتقبلوش، رغم أنني ترعرعت وكبرت في واحد الأسرة اللي هي تتحب الفن وكانت مولعة بالموسيقى وتتبغي تقريبا الموسيقى بكثرة، وكذلك مولعة بالعلم وبالاطلاع، ولكن هذا كان كذلك ماشي معنى أنه أسرة كانت متفتحة على ما أريد أن أشتغل عليه وهو التشكيل أو الرسم آنذاك. ومن البيئة التي نشأ فيها الملاخ وتجاربه في الحياة وانطلاقا من تكوينه، وجد لنفسه إطارا ثقافيا للاشتغال والإبداع. انا كبرت حدا الصباغين وكبرت حدا البادين، وكنت متاثر بزاف بواحد الثقافه اللي هي شعبيه وسائده في مدينه انذاك، وهذه الثقافه هي بقات الخزان تاعي الى يومنا هذا. هذه الثقافه اللي هي كانت حرفيه وكانت تقريبا ثقافه عريقه وعميقه في الحياه نتاعنا، هي اللي حفزتني وعطتني هذه الطاقة اللي تعتبرها طاقة متجددة اليوم، تعتبرها ثقافة اللي هي عندها واحد المعنى اللي كل المغاربة اليوم تأمنوا بها وتحسوا بها كجزء من ثقافتهم اليومية. لقد برز اهتمام الفنان عبد الحي الملاخ بالعلامات والرموز الشعبية والكتابة وكل أشكال الخدش العفوية الموجودة على الجدران، وذلك منذ بواكيره الفنية الأولى، فهو يتخذ من الحرف التجريدي والرمز التعبيري وكثافة اللون صيغة للتعبير، وبفعل ذلك تتحول الأحاسيس إلى حدوث واللوحة إلى كيان فردي حسب رؤية الناقد إبراهيم الحيسن. وعبر جولة قصيرة بين لوحات الفنان عبد الحي الملاخ
يستنشق المتلقي عبق التاريخ والحضارة من خلال الألوان المستعملة وأريج الحدائق المنبعث من وراء تضاريس اللوحات المنمقة بأحاسيس فنية مصدر هبهاء الألوان وتميز الأشكال التي يؤلفها الملاخ كعازف على مقامات موسيقية راقية. استعمالي أو نعتي لعمل الأستاذ الملاخ بكونه عازف لأنني أحس بالتموجات اللونية التي تخلق نوتات موسيقية عبرها يمكن أن نستمع بالعين، نحس بهذا الانتقال من لون إلى آخر، كما ننتقل داخل السلم الموسيقي عبر نوتات متعددة. بالفعل هو عازف ألوان البهاء، ألوان اللي فيها نوع من البدخ والثراء الجمالي والبصري. مع أعمال الملاخ نستطيع أن نستوعب فيضا نورانيا من خلال أعماله. في التجارب السابقة لعبد الحي الملاخ كان الإنسان يظهر في اللوحة معبرا عن واقع وفضاء معين، إلا أن الأمر اختلف الآن، فالانتقال من تجربة إلى أخرى يوازيه انتقال من أسلوب فني وإبداعي إلى أسلوب آخر، مع الاحتفاظ على نفس الطاقة الحسية والشاعرية في تجسيد الواقع بإشكالاته ومفاهيمه المتعددة. اختيار الأيقونات والرموز للتعبير عن البيئة العامة بمفهومها الشامل يبرز عند عبد الحي الملاخ من خلال توظيف مكونات وعناصر المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه، مع الاعتماد على رموزه المترسخة في الذاكرة البصرية المشتركة أو الفردية. هذه الصباغة أو هذه الأعمال هي مندمجة اجتماعيا وفكريا بوضعنا الإنساني عامة، سواء في المغرب أو على مستوى إنساني موسع. فالتجربة كما قلت هي تحمل همومي، هذه الهموم التي هي جزء من هم المجتمع الثقافي، هذا المجتمع العالم، وأقصد بالعالم هو هؤلاء الذين يعرفون الكتابة والقراءة. فأنا أشتغل على مكونات ثقافية هي أساس إلهامي في كل شيء. هذه المكونات التي تتشكل واستماتل في رموز معينة دقيقة جدا، وفي كذلك أشكال لها ارتباط قوي بثقافتنا البصرية المغربية. تعلمت أنه هو اللي نعتمد على نفسي وأنا عندي 20 عام، ونحاول باش نتكون وباش نبحث وباش نشتغل بزاف وباش نكون فنان عن داير دو كارير كما تيقولوا، تكون فنان داير واحد مترصد الحياة نتاعو بشكل احترافي. علمتني احترافية، علمتني كذلك حتى واحد القراءة اللي هي جد بعيدة على المدينة اللي أنا مدير لها اللي هي مراكش. يردد الناس دائما أن الشاعر ابن بيئته، وينسحب هذا القول المأثور كذلك على الفنان التشكيلي الذي يستلهم من واقعه مواضيع اشتغاله، وهكذا يعبئ إمكانياته الثقافية ووسائل إبداعه وأدواته الخاصة. ومهما اختلفت هذه الوسائل وتعددت الأدوات، تبقى التجربة واحدة والرغبة في الإبداع قائمة، تجمع بين الرصيد المكتسب في الحياة والطاقة الإبداعية لإنتاج مواضيع للتأمل والمناقشة وإبداء الرأي. إذا تأملنا عنوان المعرض، عنوان التجربة الأخيرة اللي هي حدائق النور،
مفهوم النور هو من المعجم الصوفي. علاقة الأستاذ الملاخ بالتجربة الصوفية، لنسأل الأستاذ الملاخ جاء التشكيل من منبع ثقافي هو الذي عصر التجربة السبعينية بكل زخمها وعنفها، أيضا وكب العمل الجمعوي، ثم استطاع أن يخلق مسافة بين هذا العمل الثقافي والعمل الجمعوي ليجعل الفنان فيه يستنهض كل تلك التقنيات. الأبعاد التي يرسم بها الأستاذ الملاخ تتيح لنا إمكانية التأمل في اللوحة، ونعرف العلاقة الوطيدة بين مفهوم التأمل كمفهوم مركزي في الصوفية. إذن هذه الأدوات الاشتغال هي التي تعطينا بالفعل إمكانية أن نقر بأننا أمام التجربة الصوفية، ليس من باب فقط إطلاق الكلمة كما قلت، ولو أن أصبحت تطلق الآن في التشكيل بشكل مجاني، وتمنى أن نتحفظ عندما نلصق هكذا جسافا بالأعمال. اشتغال عبد الحي الملاخ لسنوات طويلة على مواضيع الثقافة الشعبية في المجتمع المغربي، واطلاعه على الأبعاد الصوفية والروحية التي تتكون منها عناصر هذه الثقافة، جعل أعماله محطة للتأمل في مكونات الموروث الحضاري المغربي بعناصره المتعددة وبتنوعه الثقافي. وهكذا نلمس قبسات من النور تغمر بهجة اللوحات وتنتشر عبر التلوينات المميزة التي ينفرد بها الملاخ كفنان تشكيلي يغازل الألوان بمهارة الموسيقي تارة وبسمو الصوفي تارة أخرى. الملاخ هو ملون، واعتبر أن اللون هو جزء من كونتي البصرية. لا أرى العالم أسودا أو أبيضا، فهو بألوانه الزاهية، لأنه هذا عطاء من الطبيعة، ولأن الطبيعة لا تحب أن تكون صامتة، فهي متحركة، هي فاعلة، أنا متفاعل معها وهي متفاعلة معي. فلذلك أنا أشتغل على الألوان وأشتغل على حرارة الألوان بلدي أولا. هذه الكفوف الممدودة على لوحات عبد الحي الملاخ بإشراقات ألوان الحناء وحرارتها تصادفها في أزقة المدن العتيقة في المغرب وفي الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية البهيجة، وحرارة هذه البهجة تعكسها أعمال الملاخ بحرارة ألوانها المنسابة على معظم لوحاته التشكيلية. إنها تجربة فنية تشكيلية تثبت القدرة على توظيف الأشكال والرموز والأيقونات من جهة، كما تبرز القدرة على اختزال هذه الرموز وتطويعها وإعطائها دلالات جديدة ومفاهيم متعددة تبعث رسائل وتطرح تساؤلات من صميم الواقع اليومي في علاقته مع الثقافة الشاملة بأبعادها الحضارية والتاريخية من جهة ثانية. الثقافة البصرية المغربية هي ثقافة رصينة لها كل المكونات أن تصبح ثقافة عالمية. لماذا؟ لأن حضارتنا مكتوبة هكذا، وأنا أحاول أن أؤكد هذه الكتابة الحضارية وكذلك الحديثة في مفهومها والتقليدية كذلك في رؤيتها، أن أضعها رهن إشارة المثقفين، وأن أحاول أن أقاسم السؤال، هذا السؤال الفلسفي، ماذا نفعل في مغربنا هذا؟ لمن نكتب هذه الحضارة؟ وما قيمة هذه الحضارة اليوم؟ ويستمر عبد الحي الملاخ في رسم أفكاره ووجهات نظره وجعلها خطابا يطرح تساؤلات واستفهامات حول هوية الإنسان وذاكرته وحضارته.
مشاهدينا، ومن خلال هذه الجولة في بعض أعمال الفنان التشكيلي المغربي عبد الحي الملاخ نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج مغرب الحضارات، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالموسيقى المنبعثة من الألوان الزاهية التي تعد سمة أساسية في أعمال الفنان عبد الحي الملاخ. الطاقم التقني والصحفي لبرنامج مغرب الحضارات مشاهدينا يتمنى لكم بقية أوقات سعيدة وطيبة مع برامج القناة الرابعة. نلقاكم الجمعة القادم، دمتم في حفظ الله ورعايته. صباحكم سعيد سي زدي محمد عجناكان. البارح تواصلت معك انا وزدي محمد نجاحي، لقيناك في اسفي، لبيتي الدعوه وجيتي من مدينه اسفي، فاليك الشكر الجزيل سيدي محمد عجناكان. نتمنى ما تكونش هذه اخر يعني اخر مره كتحضر فيها على اثير اذاعه مراكش. نتمنى الله باش يكونوا ان شاء الله ان شاء الله حلقات خاصين بك بحول الله. على هذه البلاد هذه بواحد الوضع جميل جدا، لان البلاد جميله وماليها زينين حتى هما. نعم، وانتم اللي كتبينوا لنا هذاك الجمال من خلال اللوحات ديالكم. قدر الاستطاعة. نعم. قدر نعم. الاستطاعة. نعم. لأن مراكش بالنسبة لي أنا يا باب ديال الدب عالي متعمق وشد السما بيديه. يا سلام. وقدموا آلاف ديال الصبيان، ومنهم تخرجوا الفنانة وتخرجوا أهل الموسيقى وتخرجوا أهل الشعر وأهل الجزال وأهل الصناعات العليا. صحيح. هذا هو مراكش بالنسبة لي. صحيح سيدي محمد النجاحي، شكرا لك على واحد العشر أيام دوزتها أنا وياك ودرنا وجلسنا وتقهوينا وجبنا التاريخ ديال التشكيل وصححنا الترتيب ديال بعض الأسماء، فإليك الشكر الجزيل وشكرا لك على قبول دعوة البرنامج سيدي محمد. شكرا سي أنس ملحوني، وشكرا للطاقم المشرف على هذا البرنامج الجميل. تحية للمستمعين الكرام. كيف قال سيدي محمد عجناكان، مدينة مراكش هي مدينة تاريخية، ومن الطبيعي أنها تنتج عدد من الفنانين اللي الصيد ديالهم وصل عالمية، وبالتالي عرفت مجموعة حقاب اللي صنفت أجيال متوالية من جيل إلى آخر، وكل جيل طبيعي أنه تتميز بمستوى معين بخصوصية نتيجة الخصوصية التاريخية والفترة الاجتماعية إلى غير ذلك. وتنتمنى أنه مراكش تشكل واحد صحوة فنية على أساس أنها تساير وتواكب الأسئلة التشكيلية الفعلية على مستوى الوطني وعلى المستوى الكوني. نعم جميل. غادي نقدم اعزائي المستمعين لكم واحد الجرد لمجموعه من الاسماء اللي من خلال واحد المجموعه من اللقاءات بيني وبين سي احمد البليلي، بين سي احمد بن اسماعيل وسي محمد النجاحي، حاولوا هاد الاخوان يعطوني واحد التسلسل تاريخي لمؤسسين ولراعي الاول ثم راعي الثاني ثم جيل ثالث فرابع فخامس. انا غادي نقدمها لمسامعكم، وفي نفس الوقت نتمنى سي عجناكان ولا سي عبد الحي الملاخ ولا سي النجاحي يعطيو ملاحظات ديالهم الى كان او تسرب يعني شي اسم تقدم على اسم اخر، فيعني هذه فرصه انكم يعني تصحوا او تقوموا ربما الترتيب ديال الاسماء اللي عادي نذكرها قبل يعني بعد قليل. كاين سي حسن القلاوي من الراعي الاول او الجيل الاول، سيدي محمد بن علال هو من أبناء حومة بابيلان بوسكري من مواليد سنة 1928 الوفاة 1995، سي فريد بن الكاهية، هادو تقريبا إلى بنا نقولوا الراعي الأول حسب أو حسب يعني رؤية سي نجاحي سي البليلي وسي بن اسماعيل. الجيل الثاني واحد المجموعة من الفنانين اللي كانوا يعني في المجال أو نقاطعوا ما استمروش، المهم الجيل الثاني فيه واحد المجموعة من الأسماء كنذكروا سي أحمد النوضة، سي عبد الرحمن الشابي، سي الجواي، سي عبد اللطيف، ثم كذلك سي فريد التريكي،
المؤطر بالسي بي ار، ثم السي عمر بورقبه، السي عبد الحي، السي عبد الحي الملاح الملاخ من ساكنه حي المواسين، وغادي تكون عندنا فرصه نتناولوا هذه الاشياء معاه يعني بعد قليل. سي بورقبه من ابناء حومه القناريه، سي غني بالمعاشي، سيدي محمد عجناكان، ثم ننتقلوا للسي عبد اللطيف الزين، وسي الرصيفي. الجيل الثالث نتحدثوا فيه على سي احمد البليلي من حومه بن صالح، سي عباس صلادي الزاويه العباسيه وفيما بعد من ديور المساكين، سي عبد السلام قسوس، كذلك سي عبد المجيد بو عافيه من مواليد سنه 1951، سي احمد البليلي من سنه 1955. كذلك نتكلموا على سي محمد خصيف، الاستاذ والمفتيش، سي محمد نجاحي، سي عبد الغني ويده. كتلاحظوا اعزائي المستمعين كاين اللي جا من مجال النحت، جا من مجال الكتابه لا كاليغرافي، كاين اللي جا من الصباغه، وكاين اللي كذلك جا من مجال التصوير بحال سي بن اسماعيل. سي شفيق الادريسي، سيدنا الشريف من حومه ضرب دباشي. الجيل الرابع فيه سي احمد بن اسماعيل من حومه سيدي بن سليمان، مولاي يوسف الكعفاعي من سيدي يوسف بن علي، السي العربي الشرقاوي من الرويضات، ثم كذلك كانت تكلموا على سي نور الدين شاطر، صلاح الدين بن جكان من دربتي زكارين جهه دار الباشا، سي نور الدين شاطر من باب دكالا، سي مصطفى اومناين الاستاذ، استاذ الفنون التشكيليه، سي مولاي حسن حضره. كانت تكلموا على جيل خامس فيه سي ابو عبيده، فيه الابن ديال سي محمد بن علال، سي المحي بن بين، سيدي محمد المرابطي، والعنصر النسوي الوحيد اللي وقفت عليه من خلال جلسات ديالي مع الاخوه الاعزاء، فيه الاخت لطيفه الحربي من المدرسه النايف الفطريه بحي الاناره، وكانت موظفه بشركه الاراضمه. سي عبد الحي الملاخ من مواليد سنة 1947 حومة المواسين، قضى الابتدائية والثانوية بمدينة مراكش، غادي ينتقل لمدينة الرباط في سبعينيات القرن اللي مضى لكلية الآداب. ابتداء من سنة 1972 غادي يرحل لباريس لدراسة الفنون التشكيلية، الاستقرار بمدينة الدار البيضاء ابتداء من سنة 1974. هو رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، عضو مؤسس للتعاضدية الوطنية للفنانين، نائب رئيس الجمعية المغربية للفنون التشكيلية، وللتذكير هي من أقدم وأعرق الجمعيات المغربية، واللي تشكلت من بعد كيف قال لي سي عبد الحي بعد اتحاد كتاب المغرب بقليل. وكذلك هو عضو المجلس الإداري للفيدرالية الدولية للتعددية الثقافية، المقر ديالها بمدينة موريال بكندا. سي عبد الحي، ما عرفتش واش هذا التسلسل عندكم عليه شي ملاحظات؟ علي هذا لا يهم، لانه كما تنعرفوا استاذ انس ان العمل الابداعي هو مثل حلقه في تقريبا حلبة نتاع السباق، كل واحد يسلم على الاخر، لذلك هي واحد الامانه اللي واحد يسلم على الاخر من اجل تطويرها وتنميتها والاحتفاظ عليها. غاب في بعض الاسماء عن الجيل الاول مثل عمر مشمشة، مثل عبد السلام قسوس، لم يكن من الجيل الثالث ولكن كان من الجيل الاول، لانه كان من المساهمين الاولين او المشاركين الاولين في الصالون الشتوي الذي كان يتراسه جاك ماجوريل. ثم كذلك كان عبد القادر العموري الله يرحمه، وهو نحات كبير من الجيل الاول. كان كذلك ايتي السعيد، وكان كذلك سي ملي احمد الادريسي، هؤلاء من الفنانين الراعي الاول، كانوا الراعي الاول الذي كان يشكل واجهه كبرى لمدينه مراكش، من الاقطاب نتاع الفنون التشكيليه في مدينه مراكش. نعم. والسؤال العريض، نعم سي عبد الحي، ان التسلسل كان هو موضوعي، واعتقد انه صحيح.
نعم، بالنسبة للموضوع يعني السؤال الرئيسي في هذه الحلقة، يعني أين تتجلى مدينة مراكش في أعمال هؤلاء الفنانين المراكشيين؟ الآن أنتم تبارك الله واحد الجيل، واحد المجموعة خيرة من الفنانين، ففين تتبان مدينة مراكش في الأعمال ديال هذه الأسماء اللي تكلمنا عليهم باقتضاب شديد سيدي عبد الحي؟ علينا أعتقد أن كل الفنانين بطبيعة الحال هم متأثرين بالمناخ العام، المناخ سواء كان المناخ الجغرافي أو الاجتماعي نتاع المدينة. نعم. حيث أن المسألة هي أساسا ترجع إلى المستوى الثقافي لكل واحد، ولا مستوى استيعاب المادة الخام التي تهيمن على 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 جوهرة الجنوب مراكش وعلى قمتها الإبداعية والتراثية والمعمارية وكل ما تقريبا تستهويه هذه المدينة. نعم. الزاخرة بحضارتها. نعم. ربما عادي ننتقل عن سيدي محمد عجنكان، يعني الفنان العصامي اللي يعني بإمكانياته الذاتية استطاع أنه يكون ذاته، ولا أخفيكم أعزائي المستمعين كنت كنتمنى سي محمد عجنكان يكون معنا في الحلقات اللي كنخصصهم البرنامج لتربية الطيور بمدينة مراكش، ما تأتش ذلك اليوم سعيد باستضافته الفنان اللي محب لمدينة مراكش، تي يقر لي يعني أنه كان من التلاميذ ديال جاك ماجوريل، وعلى يديه تعلم الأبجديات الأولى للفن التشكيلي، تعلم كذلك هاته الأبجديات على الفنان إليان غاسيا والفنانة إليان غاسيا، وكذلك على هاد الزوج جاك ماجوريل وإليان غاسيان تعلم عليهم الفن الانطباعي. بالنسبة للسوريالية يعني بشكل كذلك يعني فرضي بشكل عصامي دخل ولج لهذه المدرسة الثانية، المدرسة السوريالية. كل ما في حق هاد الأسماء اللي سمعتي لهم سي عجنكان، وفين كتبان مراكش في الأعمال ديالهم؟ سي عمر مش ما شاء الله رحمه ولي برحمة الله. نعم. مراكشي زاد في مدينة مراكش في درب سيدي أحمد وموسى، في الدرب فاش تزدت أنا إين حوما باب دكوالا. نعم. والدرب ديال حدانا الدريبة فاش تزاد بالكاية في درب سميته فرميلة. نعم. وعلى إين الأسماء اللي ذكر لك الأستاذ الملاخ. نعم. يعني فيهم ثلاثة الناس يعني الوزن ديالهم بالنسبة لهاد البلاد قوي وقوي بزاف. نعم. منهم عمر مشمشة. نعم. يعني بحال إلا قلت لك في المثال روبنس فرنسا. نعم. عنده واحد الطريقة خاصة بالخطوط أونكر دو شين اللي كان تيدير، وعنده طريقة خاصة بالفيجوراتيف. نعم. يعني الانطباعي، ودار على مراكش لوحات كتار مثلا اش اللي وثق من خلال مراكش بحال مثلا السي نجاحي وثق الحيوط، يعني السموعه ديال الجامع ديال باب دكالة. نعم. ديال الرميله. نعم. الجامع ديالها رسموه عده مرات، رسم بابا قنو. نعم. ديال القصبه بطريقه يعني اوجين دو لا كروا. نعم. ان هذا السيد هذا جاب معاه يعني في الدم ديالو مدارس قديمة فرنسية كانت ديك الساعة في الجزائر. نعم. لأنه ما جزائري الأصل. هذاكو. وعنده السي محمد خوه يعني من الكتاب الكبار، عنده أوسكارات كتار بالفرنسية، عنده السي خالد خوه حتى هو تيرسم. نعم. فهمتيني، حتى هو تيكتب في الصحف الفرنسية تيصيفط لهم وتيخرجوا الأعمال ديالو، والسيد محمد بن علال. نعم. اللي كان الاستاذ ديالو هو جاكازيما. نعم. ياك فهمتيني، جاكازيما سي بالعربيه كان يدير لا مينياتور المنمنمات. المنمنمات اللوحات ديالو كانت ما تتعداش 20 لوحات صغيره. لوحات صغيره. نعم. لوحات صغيره وتيديرها بواحد الدقه، ودوز المحمد بن علال الاحتكاك ديال تخليط الالوان. نعم. لان بن علال راه
هذا العبد المذنب اللي علمو كيفاش يرسم بالصباغه الزيت. نعم. ما كانش كان تيدير غير لاكواش. نعم. في الثمانينات مشيت لاتولي وبريباريت يعني لاطوال لمحمد بن علال وعلمته كيخدم بالصباغه ديال الزيت. نعم. فهمتيني؟ نعم. وقال لي كان عنده اتصال بجاك ماجوريل. لا. لا 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 عمره ما كان عنده اتصال. كان كوزيني ديال جاك أزيما. جاك أزيما جاك أزيما المعديرة المعديرة جاك أزيما. لا جاك أزيما اللي علم محمد جاك ماجوريل الله يذكره بخير. علم عائشة ماجوريل. وراه من شكون هي عائشة ماجوريل؟ اللي طابلو ديالها ما بقيش تيتشافوا دابا. انا عارفهم لان كبر في لاتولي ياك فهمتيني. ولكن هاد السيدة هادي خص المغاربة ديالنا يقلبوا على راه كانت ترسم مزيان وكانت تدير نيف ديالها افضل من ايت يوسف سعيد وافضل من بن علال وافضل لان كانت تدير واحد لو نيف بين الانطباعي وبين يعني الفطريه. نعم. ولكن بالوان جميله تخدتهم من جاك ماجوريل. نعم. ياك فهمتيني. نعم. هاد الناس هادو خصهم يقلبوا عليهم الناس ويشوفوا الاعمال ديالهم ويعرفوا شنو هي القيمه. نعم. ايتيوس سعيد اول فنان فطري قبل من بن علال ياك فهمتيني. نعم. وقبل من الشعيبيه. للاسف ما جيتيش المحلي باش نوريك الصور ديال هاد الناس. عادي نقوم بهذه المهمه. نعم. مكتوب عندي محتفظ بهم. نعم. فيهم الاستاذ الملاخ باقي صغير. نعم. قلتي لي دروك واحد التصويره صغيره في السي الملاخ. نعم. النضا فيهم كاع هاد الناس هادو وكتبت داروا بسنين هادي. نعم. فهمتيني. وكاين كتاب تدار على مراكش حتى هو غادي نوريه لك. فين تتبان مراكش في الاعمال ديالك سي عجنكان؟ الاعمال ديالي الفطريه. نعم. يعني ما تيتجلاش فيها. تيتجلى مراكش في الحكايه. نعم. وفي تمراكشيت تاع كريطه. تمراكشيت بالقواعد. نعم. لا في الالوان ولا في ياك فهمتيني. حتى من الالوان ديال التعريج المراكشيه خدمت بهم. عجيب. وهادو دراسات ياك فهمتيني. دوك السقوف المغربيه. نعم. اللي فيها الالوان اللي فيها النخل درستهم وخدمت. نعم. بهم. خدمت بالالوان ديال التبيقه. نعم. كاع هاد الالوان كلهم خدمت بهم. ومن اعظم الاشياء ياك فهمتيني من اعظم الاشياء هما عندنا فنانه ما عندهمش ياك فهمتيني. عندنا فنانه في مراكش يعني القيمه ديالهم غاليه على الدب. نعم. ياك فهمتيني. وخلاو المراكش شي حاجه كثيره. نعم. بالنسبه للتاريخ. اعطيني اسم او اسمين. منهم ماجوريل. ماجوريل. منهم تيسلار ياك فهمتيني. تيسلار. منهم إغابيلين. منهم الفنان كلاوديو برابو. منهم أنغي مارتينيز. منهم الفنان ليليف ديال كلاوديو برابو كان ساكن في عرس ماجوريل ومجوج بجاكلين فواساك. الاسم ديالو غادي عاود يرجع على اين غادي يجي. هادو كلهم دازو من مراكش وخلاو لوحات معايا فوتي المامونيه وداروا شي حاجه على مراكش. نعم. ولكن بواحد الوزن عالي في ليبيرياليزم. نعم. واحد الطريقه تتفوق الصوره. نعم. ماجوريل سي تان اكسبريسيونيست. نعم. تيدير ليكسبريسيونيزم انطباعي. الانطباعي بواحد البساطه نتاع الضوء. نعم. ياك فهمتيني. هادشي عندنا في المغرب. نعم. ولكن ملي كان فرنسا كان تيخدم بحال الطرق الفرنسيه محضه بحال اوجين فرامونتا بحال الفنان اللي مات في الجزائر وسمى راسو ب ايتيان ديني. ايتيان ديني. نعم. وسمى راسو نصر الدين. نصر الدين. داروا عليه كتاب فيه 5000 صوره على الجزائر. نعم. كلها على الجزائر. هذاك الفنان نفس الطريقه اللي تيدير جاك ماجوريل. غادي نعاود نرجع عندك سيدي محمد عجنكان ونستمعوا كذلك لصوت سي محمد النجاحي بعد اذان صلاه الظهر بحول الله. فالى اللقاء. أيتها المؤمنات، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب توقيت مراكش والنواحي. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة أعين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب. نودي لصلاة الظهر حسب توقيت مراكش والنواحي. إذاعة مراكش على الموجة المتوسطة MW540 وعلى موجة FM 91.70. كي يتجدد التواصل بأسماء حضراتكم أعزائي المستمعين في هذا الجزء الثاني والأخير من برنامج الحومة القديمة اللي كيخص البرنامج لتناول ذاكرة مدينة مراكش التشكيلية، وأكيد حلقة ما عاديش تكون كافية، عادي نرجعوا لهذا الموضوع فيما يستقبل من حلقة البرنامج. زي محمد النجاحي من مواليد سنة 1959، فنان تشكيلي ولد حومة سيدي يوب، فنان تشكيلي عصامي أوتوديداكت، دخل مجال الفن من سبعينيات القرن اللي مضى، ساهم في عدد غير يسير من المعارض والتظاهرات الفنية منذ سنة 1981، أسس الكثير محب للعمل الجمعوي، ولذلك غادي نوقفوا عليه ويأسس الكثير من الجمعيات الفنية بمراكش. الآن هو عضو في جمعيات فنية على المستوى الوطني والدولي. الأعمال ديالو كتفرع ما بين الصباغة، واهتماماته على مستوى الصباغة، على مستوى النحت، وعلى مستوى التصوير الفوتوغرافي. وكنذكر على أنهم ضمن واحد المجموعة خيرة من الفنانين اللي أتتوا الشارع ديال لوكارتي الحي العسكري، الطريق فين كاين لي طاماجور، وواحد المجموعة من الأشجار، هو واحد الثلة خيرة من الفنانين اللي نحتوهم. فاللي مشى في هذيك الطوالة سي النجاحي راه من ضمن الفنانين اللي نحتوهم. سي النجاحي، فين كتبان مدينة مراكش في الأعمال ديالك؟ مدينة مراكش في الأعمال ديالي، أنا تنشتغل على ذاكرة الجدران. نعم. بخصوص ذاكرة جدران مراكش، يعني دي تكنيك ميكست بريمال بألوان ترابية إلى غير ذلك. الشيء اللي استهواني وجذبني في هذه التجربة هو أن هناك كتابات يصطلح فيها كنا نعبروا عليها تنقولوا خرباشات، وهي ليست بذلك، لأن كتابات يعني تقدرت تهمنا أكثر في المجال السوسيولوجي. نعم. يعني إذا سلطنا على ضوء التحليل، لأنها تعكس وضعية مجتمع وفكر مجتمع، سواء بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للكبار، كل صحيح. ما كان يكتب صحيح. على الحيط، هذه اعتبرتها كأثر إنساني. وبالفعل ويمكن نخرجوا منها الكثير. الكثير. نعم. كاين كذلك الجانب الثاني في هذه التجربة، هي اشتغال على أثر الزمن. نعم. يعني وضع الحائط مع تقدم الزمان وكل أشكال التعريات اللي تحصل عليه تأثر على هذاك الجدران، إلى درجة أنها تتحول من مجرد جدران إلى 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 لوحات. نعم. يعني يمكن بوقفة أمام جدران
تسافر في ثناياه في مكوناته الى غير ذلك. فمدينة مراكش بالنسبه الاعمالي يعني متجليه في هذا الجانب هذا. نعم بطبيعة الحال إلى رجعنا لعند سي عبد الحي الملاخ هو ولد حومة المواسين، وإلى قلنا المواسين تنقولوا مباشرة السباغين. فسي عبد الحي لقيتي راسك بالقوة وبالفعل فوسط السباغة وفوسط واحد الحي قريب من ألوان مختلفة، والناس كانوا تيقصدوه باش يوفروا يعني صباغات الملابس ديالهم، المجموعة من الأشكال اللي ارتبطت بالأساس بالألوان. فسي عبد الحي، واش الحومة ديالك والصباغين كانوا بالأسباب اللي تأثرتي بها في طفولتك الشخصية حتى أنك ولجتي هذا العالم ديال الفنون التشكيلية من أبوابه الواسعة؟ طبيعي أستاذ أنس أن حي المواسين أولا هو من الأحياء الحضارية لمدينة مراكش. صحيح، هو والقصور التي كانت تجمع النخبة الثقافية والنخبة الأرستقراطية بالمدينة. صحيح، ولذلك سمي بالحي الإداري لمدينة مراكش. كان فيه القاضي، كان فيه المؤرخ، كان فيه الحاكم، كان فيه العلماء، كان فيه الفقهاء، كان فيه كل شيء. كل ما تقصده. ثم بالتالي أنه كان بوابة على السوق المركزي لمدينة مراكش الذي هو السوق الكبير. السوق الكبير تيبدأ بالسقاقي فين كنتو تغتسلوا ديك الساعه الصوف الى اخره، وحنا انا ولد درب الحمام، انا نويت نخرج من باب الدرب تلقى قدامي سقاقي وقدامي البوابه الكبيره تخرجك للسباغين ديال الحدادين والسباغين. نعم، معناه انه هذا الشيء هذا في الطفوله كان له واحد الاثر كبير، لنظرا انه كان تالي الملاحظه الكبيره والقويه اللي كانت هو انه جللوا الفنانين الاجانب اللي كانوا يرسموا، كانت يجي رسموا السباغين وكانت يرسموا باب السوق. معناه انه كل صباح كلما خرجت من بيتنا الى مثلا الى السويقه او الى باب الدرب تلقى شي شوفالي، شي واحد شي اجنبي حط الشوفالي نتاعو وتيرسم السباغين. معناه انه انا تنتسمر عليه، ما بقاش نحيد حتى تيكمل هذاك العمل الفني. وبالتالي ان انفتاحي على الالوان وعلى الاصباغ وعلى كذلك كل ديك البهجه روح لينا، وكل التيماتيك نتاعي التيميات نتاعي نتاع العمل نتاعي تقريبا ما يزيد عن 40 سنه كانت مخصصه الى مدينه مراكش. جميل. اشتغلت على بهجه الروح، اشتغلت على البهجه فقط، وهنا تنحدد تقريبا تنشتغل على الصباغين وعلى التلوينات اللي موجوده تما الصباغين الى اخره. والاثر ديالها على النفس المتلقي. بطبيعه الحال لانه هذا الشيء كاع كله انا لحد الان الذخيره نتاعتي الفكريه ومشاعري والخيال تخيل نتاعي كله تيرجع لمراكش. جميل. وما يمكنش نفصل عليه، ولا انفصلت انا على مراكش وبغيت ندير شي حاجه اخرى معناها انه غنتلف غنموت فقط. فلذلك ان المتخيل ديالي المتخيل الحضاري المتخيل الرمزي او الثقافه الرمزيه بالاساس هي مستلهمات او ملهمة او مستلهمه من ذلك الحي. هذا بالاضافه زدنا شويه من التجليات ديال مراكش بشكل ملموس. مثلا شفنا مع سي عجنا كان تكلم على الحجايات والحكايات اللي هي حاضره عنده في اللوحات ديالو. سي النجاحي تكلم على السور ديال المدينه والحائط ديال الحومه وديال الدريبه. سي الباليلي حاضره عنده الاسواق ديال مدينه مراكش. فسي عبد الحي الملاخ يعني فين كتبان بشكل ملموس المدينه؟ انا عندي الدلالات والرموز. انا اختزل ثقافه المغرب كلها في ثقافه التي هي مراكش. يجب ان نستحضر ان مراكش هو واحد السهل، هو واحد المنحدر تصب فيه كل الثقافات الاتيه من الاطلس الكبير والاطلس المتوسط. يجب ان نعلم ان هذه المدينه هي الخزان لكل الثقافه والمتخيل المغربي. فلذلك ان حيث نقول المتخيل المغربي معناتها نقول الرمز المغربي، نقول الدلالات الفكريه اللي تشكل العنصر الفكري لثقافتنا وحضارتنا. معناه انه ان اغتنائها بالرموز، اغتنائها بالدلالات هو اللي جعل مني مثلا نشتغل على هذه الثقافه. ثم بالتالي ان هذه الحومه فاش كبرت انا هي محاصره بين قطبين شكون هما؟ قطبين صوفيين من العلامات الكبار
أو العلامات والعلامة كذلك. عندك مول القصور وسيدي عبد العزيز التباع. هو مول القصور وسيدي عبد العزيز. يجب أن نستحضر كذلك وأنا طفل صغير حين أمر من سيدي عبد العزيز وتضربني السنسلة الأولى والثانية والثانية بالفعل. قص الزيت معناه أنه تطرح سؤال على نفسي أشنا تندير. دوكا تتبرش عليا لحمية سي عبد الحي. لا هذا شيء طبيعي لأنه هذه هي الثقافة. هذوك السناسل أظن ربما غابوا، ربما تحيدوا هذوك السناسل. ربما تحيدوا وللأسف الشديد. كيف تحيدوا شي أقواس من شي حومات للأسف الشديد؟ أن هذا استحضار هذه الثقافة هي اللي مؤثرة في هذا الشخص. وهي التي تستلهم كل شيء لأنه أشنو عندي أنا؟ أنا عندي واحد الحاجة اللي هي طبيعية أنه ألاحظ وأستقطب وأستلهم وتندخل مختبر بتاعي الفكري اللي هو بطبيعة الحال ثقافتي وتجربتي والمحصلة تاعتي والصنعة كيف نتعلم كيف نتعامل مع المادة كيف نكيفها هي اللي تعطي هذاك المنتوج. فلذلك أن هذه الأشياء حيث تستحضرها في الإطار. ثم كذلك أن الحومة المماثين كان عندنا احنا حظ كبير باش نكونوا واحد مجموعة الشباب كانوا قارين وكانوا فاهمين وكلهم جامعيين وكلهم متخرجين من جامعات كبرى وكانوا تيستقطبونا وتيهدبونا في إطار الكشفية الحسنية في إطار النادي الثقافي. معنى أنه هذا سهل عندنا كذلك استيعاب ما هو ثقافي كيف التعامل مع المجتمع ديالنا كيف يمكن أن نساهم في إرساء وتنمية واحد المجتمع المدني اللي هو قوي وزمن متنور وكذلك مساهم في تنمية البلاد. فهاد الناس هادو تا هما كان عندهم الفضل وعد أكيد. أسماء مثلا نقول مثلا أن عبد الله السوكي وأن حسن بن عدي وأن واحد أن تاع المثقفين اللي كانوا عبد اللطيف الحبيب بوريشا الله يذكره بخير حميد بناني كان مسرحي واحد المجموعه تاع الناس كلهم هذو كان عندهم واحد الاحتكاك اللي حاولوا باش ياثرونا وباش يوضعونا في المكان اللائق من اجل خدمه الفن ديالنا وثقافتنا والبلد ديالنا. كنشكرك سي عبد الحي لانه بقيتي في السياق العام ديال البرنامج وهو التاثير ديال الحومه القديمه على الابناء ديالها اللي اصبحوا فيما بعدهم السفراء وكنتسالوا حاليا في الوقت الراهن على الرده اللي وصلت لها المدينه بعد ما عاشت واحد الاوج غير هذه واحد 30 او 40 سنه اللي كانت هي المشتلة العلماء والفقهاء والرياضيين والفنانين التشكيليين والادباء والعلماء وما شابه. الان خصنا نطرحوا السؤال لماذا اصبحت المدينه على الشاكله اللي هي عليها حاليا؟ سؤال مطروح ليكم مطروح لسي عجناكان وسي النجاحي. لقيت قصاصه منذ ايام في هسبريس جاتني عبر الفيسبوك على ان الراحل ولد مدينه مراكش سي عباس صلادي تبعت لوحه ديالو ب5 مليون ديال الدرهم بينما في حدود علمي وكيف كانت تقلي وانا صغير اختو الوالده ديالو حطوا لوحات ديالو في جامع الفنا وتبعوا ب5 دراهم وب6 ديال الدراهم. هاد المفارقه سي عجناكان من 5 دراهم باش تبعت اللوحه الان ب5 مليون درهم. دابا القضيه ديال الفن نعم اي انسان في الدنيا في العالم نعم تيمس يعني بالفرشه بيديه تيصبح ان انتيليكتويل نعم والانتيليكتويل ما عنده ثمن. نعم جميل. يقدر يتباع ب10 دريال كي يتباع بمليار. لأن الفكر حيت تكتب شكون اللي تيكتبو؟ هو الخالق سبحانه وتعالى. نعم. إلهام. الفكر إلهام. ديال الإنسان. نعم. الله سبحانه وتعالى هو اللي تيخلقتيه. نعم. فهمتيني؟ جميل. والجوهرة شكون اللي تي قديمة جوهرة. الجوهرة ديال الإنسان، الإنسان هو اللي تيبحث فيها بحد ذاته. وعلاش ما شفناهاش جوهره في هذيك الوقيته فاش خرجتها اختو تتبعها في جامع الفنا؟ غادي نقول لك لان الانسان حد ذاته سي تان افوغل يعني هي ديال البصيره. هو الصراحه هي هذه. غادي نعاود لك واحد القصه بسيطه بسرعه باش نسمعوا صوت سي النجاحي وصوت سي الحي. نعاود لك قصه بسيطه وقعت في جنيف. نعم قاعدين جوج ديال لي زانتيكير تيهضروا بعضياتهم وهذاك عنده امو ديغلياني اوريجينال. نعم.
قال لي راه دار ثلاث شهور هذه وانا داير ليها الثمن هذا وتحد ما جا ما ساومو هو يدور فيه داك الانتيكاخ ستان اكريفان وانتيكاخ. قال لي اسمع هذاك الطابلو دير عليه في المثل 10 دريال وإلا شرى عندك شي حد خشي لي هذيك 10 دريال في المثل في عينيا بالفعل شهر هو داير داك الطابلو 10 دريال ما دات تحد. نعم فهمتيني الفن حد ذاته ثقافه. نعم وثقافه عندها واحد التربيه من الفوايه من قاع الدار. نعم غير ما تخرج عاطيك الله يعني لا تروازي ماوي. نعم هذيك العين الثالثه نتاع الفكر وتتلاحظ فيها وتتشوف المسائل الجميله. جميل او ما تعطيهاش لك الله. نعم ياك فهمتيني هكا الناس اللي تيربحوا في الفن اللي شراو حسن القلاوي وشراو عجنكان وشراو بالكاهيه وشراو سي محمد الملاخ. نعم. وشراو عبد اللطيف الزين وشراو واحد الوقت بواحد الثمن بخيص. نعم ياك فهمتيني دابا البالي اللي في المثال شحال تتسوى اللوحه ديالو؟ ليس لي يعني عندها ثمن كاين اللي تباعت بخمسة المليون في الحياه ديالو وربعة المليون هاد العبد المذنب تباعوا لي طابلو ديالو ب 100,000 فرانك تباعوا ب 150,000 فرانك تباعوا بمليون تباعوا بخمسة المليون تباعوا ب 25 مليون. نعم ياك فهمتيني الناس اللي هما تيتابعوا الفنان وتيعرفوا بالمقدوره الفنيه ديالو تيعرفوا بلو بوا ديالو هما اللي تيشريوه. نعم ما تيشريش الانسان عادي كاين الناس اللي تيتابعوا الفنان سي النجاحي كل ما في حق هذه المفارقه كيف انه نفس اللوحه تبعت بواحد الثمن زايد وفي وقت اخر يعني ولنا امثله في رسامين عالمي لكن بغينا نبقاو في مراكش سي صلاضي من الناس اللي تبخس حقهم في حياتهم طبيعي لان سي صلاضي مسكين كان تعيش واحد وضعيه ذهنيه وكان يعاني من شبه فقر. نعم. لذلك كان المنجز ديالو التشكيلي تتهتم به الاخت ديالو تديرو في قفوه تمشي تدور به. نعم. قلتو هذه 5 دراهم هذه 10 دراهم هذا تيعكس واحد المرحله اللي هي وبقيت نعاني من هذا الامر الى يومنا هذا هو مساله التربيه الفنيه. في غياب التربيه الفنيه تيولي الفنان التشكيلي او الفنان بشكل عام في جميع الاجناس يعاني الكثير. لان تيولي خصو يبحث على عناصر التواصل خصو يوصل هذاك العمل ديالو الخطاب ديالو في الامكنه اللي تتناسبو. الكثير من الاشياء يعني فاش تنسمعوا مثلا اللوحه ديال صلاضي تبعت بخمسة مليون ديال الدرهم. هذا حصل من بعد ظهور واحد مجموعه الدور اللي تعنى بلي زونشير. نعم فتخلق ما زادت تخلق دوكا سوق اللي ولا تيهتم بالعمل التشكيلي والترويج ديالو سواء على المستوى الوطني او على المستوى الدولي. لكن المؤسف هو انه هناك كثير من السلبيات في هذا الشان بحيث مشى الامر الى صناعه فنانين. نعم يعني تشكلات مجموعه لوبيات تشكلات مجموعه ديال التجمعات اللي ولاو تيصنعوا لك فنان بين عشيه وضحاها وتيرفعوا ليه من القيمه ديالو. نعم هذا فين تيبقى مثلا امثال صلاضي والناس اللي باعوا باثمنه بخسه تيكونوا كانهم ضحايا ديال. نعم. التاريخ وديال ديال ديال التربيه الفنيه. سي عبد الحي بطبيعه الحال بقات امامنا واحد ثلاثه ديال الدقائق لنهايه البرنامج. الوقت ديالكم كنتوا كتعرضوا فقط في لوطيله الان دور العرض اكثرت فكل ما في حق هذا الفوارق على مستوى البيع ديال اللوحه وفي دور العرض اللي كانت قليله الان دروكا كتنعمل المدينه بدور عرض كثيره بزاف وان كان هذا ثاني موضوع كبير ما ديالش ثلاثه دقائق او جوج دقائق اللي بقات. سي عبد الحي استاذ انس دابا الموضوع خرج لاتجاه اخر. نعم. خرج للسوق الفنيه. نعم والسوق الفنيه نقول لك واحد الكلمه انه ماشي شغل الفنان. نعم الفنان شغله هو يعتكف المحترف ديالو. نعم بخلاف تكلمتي على عباس الله يرحمه. بغيت انا اعطيت نموذج من فنان مراكشي. عباس الله يرحمه هيك انا عندي واحد توضيح في هذه المساله لانه عباس الله يرحمه في الوقت فاش كان تيشتغل في مراكش وكانت الوالده نتاعته كان انا ذاك الثالثه عام ثانوي او الرابع عام ثانوي كانت الوالده نتاعته تتحط تتفرش واحد لي ظرف جمع فنا وتتبيع هذوك 5 دراهم وغلاهم ولا 10 دراهم تيبيع هذوك
دي بتي شي صور بسيطه جدا خارج. ف بس ولا الوالدين تاعو هادو التوقعات هو داكشي كان تيديروا الاستعانه على الحياه تغلب على المشاق الحياه وداكشي مع الوالده ديالو الله يرحمه. ولكن هاد البيع والشراء نتاع الاسبوع الماضي او الاسبوعين هادي هو ماشي بس ما عنده فيه تيشي دار واحد العمل اللي هو كان مطمئن عليه وعجبه وقعوا اللي دخل في واحد لوبين كبير بزاف. نعم. واحد يبيع لواحد واحد يبيع لواحد واحد يبيع لواحد حتى وصلوه لقاعة دروغو في باريس باش تباع بهذاك الثمن. نعم. وشوف علم الله كيف كان داز ديك البيعة والشراء. الفنان ما عنده علاقة بهذا الشراء كله. نعم. الفنان عنده علاقة بإبداعه والفنان حيت يضرب الحساب نتاع تباع بطون ولا بطون معناه أنه راه تيدير شي حسابات اللي هي مغلوطة. صحيح. وما تتفيش حتى شي حاجة سواء نفسه أو بلادو أو فنه. سي عبد الحي كان المتمنى ديالي انني نتكلم معك في موضوع يعني مطروح للنقاش على الساحه الوطنيه وهو انه التربيه الوطنيه المشتل الكبير ديال المؤسسات التعليميه اللي فيها الفنون كالتربيه التشكيليه والتربيه الموسيقيه الان نقاشات هذه ثلاث او اربع سنوات ما بقى دخل تحت المراكز ديال التكوين حتى استاذ ما تخرج هذه اربع سنين هذه هذا نقاش اخر ديال المجتمع المغربي مجتمع مدينه مراكش ربما نخليوه يعني الحلقات أخرى رؤيتنا كمجتمع للفنون وكيف أنه من المفترض أنها تنمى في المؤسسات التعليمية بينما الآن غادي الاتجاه ديال أنه المؤسسات التعليمية تخرج منها هذه المواد التربية الفنية والتربية الموسيقية. ما بقى لي إلا نودعكم أعزائي المستمعين شكر كبير موصول لك سيدي عبد الحي الملاخ من المفاخر ديال مدينة مراكش في هذا المجال ديال الفنون التشكيلية. شكر كذلك لسيدي محمد عجناكان الفنان يعني لوتوديداكت اللي انا الان يعني داز بيني وبينه واحد يعني عواطف يعني كيف تنقول دخلتي لي لقلبي تنتشرف بك لاول مره. شكرا لك على تحمل عناء التنقل من اسفي وان شاء الله تشرف البرنامج بحلقه خاصه بك. شكرا لسيدي محمد النجاحي اللي تجسم معايا عناء التنقل والكوليسات وكذا. الى كذلك شكرا موصول سي احمد البليلي سي احمد بن اسماعيل المخرجنا لهذه الحلقه الصباحيه سي ماسور. هذا انس المنحني من وراء الميكروفون الى اللقاء. الحومه القديمه حومه الرجال ونسى الخيار. الحومه القديمه حومه الناس الشعبيين البرار. هذه حومه اشتهرت بعلمائها هذه حومه تكلموا عليها الفقهاء ديالها وهذه حومه دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم.